الحليب. للسيدة احترمها، لسان ذاتنا خالد بفيها جامع عمرتنا، السيدة ليلى بوهو هي مشرفة على مجلس مقاطعة عين شمعة الثقافي والرياضي، لسان ذاتنا، ووجه الشكر كذلك ومثل السيد نور الدين الجوزي لسان معانا من بعد. حاولنا باذن الله اننا نشتغلوا في اطار المهرجان، الا ان جا ديك الجائحه ديال كورونا اللي ضربت العالم وشدت تسدوا المركبه الثقافيه، واضطرينا اننا نحبسوا المهرجان من بعد ما بقى لي اسبوع. والحمد لله من بعد ما تحلوا المركبه الثقافيه جات البادره على اساس اننا نعاودوا نشتغلوا ونحيوا هذا المهرجان. فاذا بنا درنا الناس اللي كانوا مشاركين معنا في لي كاستينغ قبل كورونا عاودوا جاوا عندنا واشتغلنا معاهم في اطار في حبيب المذكوري في اطار النصف النهائي، واشتغلنا معاهم الجمعه والبارح السبت عاوتاني، والحمد لله تاهلوا معنا 14 المشارك. واليوم كان اختتام ديال المهرجان عين الشوق لاكتشاف المواهب، وكنشكر اللجنه الحاضره والفنانين اللي حضروا معنا والمواهب وكل الفنانين اللي جاوا شرفونا وفعاليات المجتمع المدني، كما اشكر مدير مركب الثقافي عبد الله قنون اللي شرفنا، وكنشكر كل اللي ساهم معنا من بعيد ومن قريب، وتحيه للجميع. التميز اللي خذته هذه الدوره ان هذه الدوره كانت وطنيه وشاركوا فيها الناس من تطوان، من مراكش، من مدينه القاره، من مدينه بن حماد، من جديده، من جميع المدن، جاونا من جميع المدن. وكانت اللجنه كانت تقارب قريب ما بين لي كونديدا اللي جعل ان اللجنه تحتار باش انها تختار السبعة فائزين اللي فازوا بالمهرجان. وكذلك هو مثال مني كينجح عندنا شي واحد في المهرجان او كيفوز في المهرجان، كنديروا ليه واحد المواكبه لدرجه انهم تيسجلوا ليه مثلا الاغاني ديالو في الاستوديو، او تنشغلوا معاه في المسيره ديالو الثقافيه والفنيه. وبزاف الاخوان كانوا معنا ونجحوا، دابا راه دايرين مسجلين اغاني ديالهم ودايرين التقليد ديالهم ودايرين جوله، وكاين الناس اللي كانوا معنا ودازوا في ستاند اب. والحمد لله نتمنى التوفيق حتى لهذا الكونديدا اللي دازوا معنا اليوم. كيفاش ان ولاد عين الشوق يمشيوا يطلبوا من خارج عين الشوق ويطلبوا على اللي يدعمهم ويساندهم؟ شحال من عنصر كاين هنايا، شحال ديال الشباب وشحال، والله العظيم كنشوفهم كلهم طاقات اللي محتاجين لي اطرهم. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.